عبد اتحاد الصلاح الاسكواش يعني من الاهلي لم الناس يفوتوا الصغيرين. دعوه معتز عاشور طبعا واتحاد تنس الطاوله. تنس الطاوله. خلي بالك يا سامي كمان الاهلي بيساهم بدوره وبحصته في الجمهوريه الثانيه في عنواننا مصر الجديده في المنشات دي، وبالتالي لا ده عمل لابد من ان احنا نشوف اللائحه المنظمه بتقول ايه يا استاذ محمود وفي وجودنا كلنا اهو، وعسى ان يكون السيد الوزير ليس على مكتبه ما يفيد تاخر الدعم للنادي الاهلي. يمكن ليه؟ لانه مستحيل يكون على مكتب دكتور اشرف صبحي ما يفيد ان اللوائح تؤكد ان مع المباني ومع تحقيق الميداليات والبطولات سمت لوائح تنظم صرف المنح والمكافآت والمساهمات ويكون هو تأخر، أكيد في حاجة غلط. مش مفهومة في مكاتب يعني متشعبة في هذا المبنى الكبير العريض. وأنا أعتقد أنه مع حلقة زي ده كابتن يعني إسلام أتمنى لا أنا الوزير الحقيقة أكيد هيطرح التساؤل على المبنى. أنا الحقيقة سئلت عندما سئلت عن هذا الأمر من البعض يعني، وخليني أقول لحضراتكم أنا لما سألت قلت لا ممكن يكون سيادة الوزير